بسبب محاولة انتحار فاشلة، فقدت الفتاة الشابة كاتي ستابلفيلد وجهها الجميل، لكنها قالت إنها استطاعت العودة للحياة بعد استبداله بآخر، حيث خضعت لعملية زراعة وجه تاريخية حسب مجلة ناشيونال جيوغرافيك. وظهرت كاتي على غلاف عدد شهر سبتمبر من المجلة بعنوان قصة وجه، وفي الفيلم الوثائقي وجه كاتي الجديد. وصارت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً أصغر شخص في الولايات المتحدة يجري عملية زرع وجه بعد مرور 3 سنوات على محاولة انتحارها الفاشلة، حيث أقدمت على إطلاق النار على نفسها في حمام منزل أخيها بولاية ميسيسيبي. وأجريت العملية في مستشفى كليفلاند الشهير، واستغرقت حوالي 31 ساعة متواصلة من العمل لإعادة ما يمكن إعادته من جمال وجه كاتي. وتقول كاتي إن محاولة الانتحار جاءت بعد فشلها في مواجهة عدد من المشاكل العاطفية، مشيرة إلى أن الواقعة جرت يوم 25 من مارس 2014، حيث كان عمرها لا يتجاوز 18 عاما. ولا تتذكر كاتي الكثير بخصوص ذلك اليوم، لكنها أشارت إلى أنها عندما استيقظت لم تكن تشعر بوجهها، وحاولت عدة مستشفيات إصلاح وجه الفتاة ولكن دون جدوى، قبل أن يستقر مقام الوالدين على عملية زراعة وجه جديد. وقال والدها إنه تلقى صدمة بعدما أخبرته المستشفى بأن ابنته ستحتاج لعملية استبدال الوجه، وأضاف قائلاً: لم نكن على علم بهذه العملية ولا نعرف إجراءاتها ومدتها ونتيجتها، كنا مصدومين. وفيما كشفت كاتي: عندما شرح لي والدي كل شيء متعلق بالعملية شعرت بسعادة غامرة، لأنني سأكون قادرة على الخروج وعيش الحياة بشكل طبيعي، كنت متحمسة جدا. وحصلت كاتي على وجه جديد ممنوح من طرف فتاة كانت تدعى أندريا شنايدر، وهي متبرعة ماتت بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. وقال مشفى كليفلاند إن العملية شملت إجراءات معقدة مثل زراعة فروة الرأس والجبهة والجفنين العلوي والسفلي، إضافة إلى العين والأنف والخدود والفكين والأسنان والعضلات والجلد، مضيفا إلى أن كل هذه العناصر تم استبدالها بنجاح. وبهذا تكون كاتي قد حصلت على فرصة ثانية في الحياة، حيث أصبح وجهها قادراً على القيام بكل وظائفه بشكل مستقل للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات. وذكرت رئيسة تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك أن عملية زرع الوجه لم تجرى إلا لأربعين شخصاً في العالم، مضيفة إلى أن حالة كاتي كانت 39.